السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على حبيبنا ونبينا سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. انا عندي هنا مجهزة طبعا شاسيه السلك بتاعنا، وانا هنا جبت بالنسبة لقطعة القماش، جبت تحت خدت الطول بتاع السلك من الوسط لحد تحت طبعا 50 سنتي. انا باخد القماش 52، لازم يكون اطول من السلك شوية، سنتي 2 سنتي. المهم طبعا حطيت بعد ما كشكشت الاتنين في بعض طبقة بطانة، وبعد كده عليها طبقة التل، وعملتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وسبت الفتحة دي من يعني أسفل الصدر. دايما لما نسيب فتحة ينسيبها من الجنب يا من النص طبعا. المهم طبعا أنا هنا بدي كده تجربة، أنا عايزة أعمل إيه، يعني لازم اشوف الشكل اللي انا عايزه اعمله. انا جبت قطعه القماش دي وهقول لكم انا هعمل فيها ايه دلوقتي. هدورها من النص، تنتها اهو 4، وهقص الجزء ده كده واخد دوران عشان البسه زي ما انتم شايفين كده وسط العروسه. بصوا الشكل بتاعها. بعد كده هروح شايلاها، هشيلها بالشكل ده وهتنيها تاني، وهقص بقى يعني هعمل بقى الديكور بتاعي. هقص مثلثات، طبعا بقص الجنبين. انا كده بقفل الشغل بتاعي، لان طبعا الجزئية دي انا لو قفلتها سرفلة مش هتبقى حلوة، فانا بدي فيها شكل كده. علشان تدي نظافة الشغل معايا. انا هنا كده خلصت. وطبعا رحت عاملة بالشكل ده. بصوا بقى الشكل وجماله دلوقتي بقى شكلها حلو قوي، عجبتني جدا. وطبعا بجيب الجزء ده بقى بغطيه كله طبعا، ادى شكل حلو قوي. طبعا انا شلتها علشان الزق بقى تحت، انا بجرب الاول قبل ما الزق. الشكل عجبني بالشكل اللي انا بعمله، خلاص انا هلزق. انما ما عجبنيش بغير، في امكاني اغير قبل ما الزق، وبقى اقعد اشد من اللزق ومش عارف ايه، وبوظ الشغل وبوظ القماش. لا، جربي الاول اي شغل انت عايزة تعمليه او الشكل النهائي بتاعك، ولحظة ما خلاص هو ده اللي عاجبك قفلي على كده. طبعا عجبني الشكل ده كده. انا بعد ما مقصيت وكده وديت المثلثات بتاعتي، الشكل بقي شكله حلو قوي. طبعا بقفل انا الظهر عندي بقى، شكلها بصراحة تمام. طبعا انا هنا بقى بحط الراس، انا طبعا بحط الراس بعد والايد بعد ما بقفل الفستان، عشان مش هينفع ان انا اشتغل ودول محطوطين. فانا هنا بدي يعني ايه تقفيلة سنة كده للطول، وبعد كده انا عندي جزء من طول كريستال، يعني الطول نفسه بيلمع. وطبعا انا حبيت ان انا اعمل الطرحة منه، بس قبل ما اعملها طبعا انا حطيت جزء طول ابيض من الظهر، علشان اما اجي اكشكش يديني درجتين مش درجة واحدة.
يعني ده بيبقى شكله حلو قوي، بيدي شكل نهائي خطير يعني. يعني انك انت بتبقي بيديكي لعب كده وفن، وفي نفس الوقت حاجة بسيطة انت بتحطيها بس غيرت لك الشكل اللي قدامك خالص او شكل الطرحة عموما. وديتها كده من ورا عشان طبعا الجزء اللي عندي صغير، جزء الطول صغير، فديته بالشكل ده كأني لعبة في الطرحة. المهم انك انت حتى لو جزء عندك طول او جزء من الفستان ما تقوليش لا ده مش هتكفي، لا انا هجيب، لا اعملي منه موديل جديد لو انت عندك الامكانيات قليلة. في امكانك انك انت تغيري الموديل خالص وتدي شياكة وجمال للحتة اللي معاكي. انا هنا قصيت الاسترس دوت، قصيته بالشكل ده شكل 7 علشان يدي ديكور مع الفستان. قال يعني لابسة الذهب. إيه، وبرضو حطيت الاسترس برضو على الايد. طبعا الشكل بصراحة والله ما باين خالص، وانا بصراحة جايبة لكم الكاميرا بالطول علشان الفستان كله يظهر، لان انا لو جبت لكم جزء وجزء مش هي يعني مش هيظهر قدامكم انا بعمل ايه. والحلق طبعا بعمل لها حلق، طبعا اللزق عايز فن يا جماعة، مش اي حاجة احنا بنحطها، حطي على الجزء اللي انتي بتستخدميه بس، برضو ما تحطيش على شعرها، يعني حطي في المكان اللي انتي هتحطي عليه التل او الاستراس او اي حاجة علشان يبقى فيه نظافة في الشغل. انا هنا بجرب اني انا احط حاجة هنا على شعرها، فحطيت كده حاجة رقيقة قوي يعني اديت شكل حلو قوي معايا. طبعا الشكل كده من يعني من بعيد كده والله وحش خالص، يعني مش عاجبني انا اصلا، انما من قريب والله الشكل مختلف تماما. بقفل الشغل بقى من قدام علشان ايه يبقى فيه تقفيل جامد، يعني من الصعب ان يطلع. ده الشكل النهائي بتاعها. بصوا بقى التل مع الماتشنج بتاع الالوان، الابيض من تحت منقط، القماشة دي عبارة عن قماشة ترتر صغير جدا ناعمة قوي، خطيرة بصراحة. وبصوا ادي بقى ماتشنج اللونين اللي انا عاملاهم مع بعض، ابيض فادى شكل من بعيد يعني بيديك اللون الغامق، وفي نفس الوقت الابيض كده على الوش. بصوا القماشة كريستال شفافة وفي نفس الوقت مدية لمعة، فشكلها خطير بصراحة. ما شاء الله جميلة. دايما بصوا بقى بنطول في القماش شوية عن السلك عشان بيدي شياكة، عشان السلك كمان ما يبانش معانا من تحت. ويا رب تكون عجبتكم، ويعني مش عارفة اقول لكم ايه. طبعا دول 4 عرايس عندي، ان شاء الله في جديد بإذن الله. بص نظافة الشغل مفيش لزق باين مفيش اي حاجة، يا رب يكون الفيديو عجبكم
وكل سنة وانتم طيبين، وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان كل جديد يجيلكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.